السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة بمناسبة وفاة الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة. كنتقدموا بأحر التعازي للشعب الجزائري وإلى عائلة الفقيد، ونتمنى من حكام الجزائر وكذلك حتى من الشعب الجزائري أنهم يستفدوا من ما مات عبد العزيز بوتفليقة. نعم، ما مات عبد العزيز بوتفليقة، مات وماذا خلف من ورائه؟ خلف حسرة ومآسي تسبب فيها هو ومدين الهوارب ومدين للمغاربة. ومع الأسف أن عبد العزيز بوتفليقة كان في الحكم ورافق حكم الهوارب ومدين، بل كان ظله وقضى مدة كبيرة في الحكم، وكان بإمكانه أنه يقوم بشيء كثير للشعبين المغربي والجزائري وللشعوب المنطقة المغاربية، وكان ممكن أنه يصلح مجموعة من الأمور، خاصة أنه ولد وترعرع بمدينة وجدة ولحم كتافه من خير وجدة، وعرفوا شنو داروا المغاربة الثورة الجزائرية وشنو وفروا لإخوانهم الجزائريين من أجل دعمهم الثورة الجزائرية، من أجل أنهم يتنعموا بالأمن والاستقرار والحرية. ولكن مع الأسف عبد العزيز بوتفليقة فضل الضلال على الحق، فضل قطاع الطرق على النبلاء، وفضل أنه يمشي بعيد على موعد مع التاريخ، يعني أن يخطئ موعده مع التاريخ. ما فضلش على أنه ينتصر للشعبين المغربي الجزائري ويدير حوايج مزيانين اللي نترحموا عليه. اذكروا أمواتكم بخير، وعندما نذكر العز بوتفليقة نقول عند ربنا نختصم، وعندما نذكر هوارب ومدين نقول عند ربنا نختصم. الآن وصلنا لموضوع الحلقة اللي أنا فضلت هذه الحلقة نخصها لموريتانيا وعلاقتنا مع موريتانيا وموقعها في المنطقة. ومؤخرا كانت بعض أخبار وصلتنا موريتانيا مشي هذيك، وكان الرأي العام اللي يتفاعل معها بشكل مشي هو هذاك، وأسألت ليه وشافها بواحد ما شافهاش بواحد عين الرضا. وحنا الدور ديالنا هو أننا نزرع الأمل الواقعي، ما نكتبوش على الناس، وكذلك أننا نحلل الأمور بواقعية، وكذلك أننا نجيب الأخبار صحيح. فمؤخرا فعلا كان الحديث على موريتانيا، خاصة الخبر راجو كيقول على أن موريتانيا قررت أنها تسد السفارة ديالها في المغرب. هذا الخبر اللي انتشر دغيا بواحد الشكل، وكيفاش والناس تسألت كيفاش موريتانيا شنو وقع، خاصة أننا كنعرفوا موريتانيا والمحاولات ديال عصابة الجزائر ديال قطاع الطرق في الجزائر، وخاصة أن العمامرة فين ما مشى كنسنوا منه غير الشر، لأن كما كنقول دائما العمامرة تأبط شرا وعصابة الجزائر تأبطت شرا. فبقوا تسألوا الناس كيفاش موريتانيا تغلق السفارة ديالها في المغرب، وراجت واحد النسخة من رسالة ديال السفير موريتاني في المغرب كيوضح علاش، على أنه بسبب جائحة كورونا الناس ما تاقش، قلت جائحة كورونا يسد عليهم. من بعد رجعت الأمور إلى نصابها. والآن الخبر اللي ممكن أننا نقصنا نسمعوه، فعقلوا قطع الطرق أو قطع الطرق درهم على يسر، قطع الطرق والنبلاء قالوا بأنه موريتانيا سدت السفارة، والخبر الصحيح هو أن موريتانيا غادي تقوم بتشييد بناية جديدة ديال السفارة الموريتانية في المغرب، وراه غادي تعطى الانطلاقة ديال البناء
ديال تشيد ماشي تتشين تشيد في الاسبوع المقبل. هذا خبر صحيح. والسفاره الامريكان ديال موريتانيا فعلا سفاره في المستوى، وغادي تشيد تم اعاده بناء، غادي تم بنايه ديال السفاره الموريتانية في المغرب من طرف شركه مغربيه، باش غادي تستجلب مجموعه من الادوار المنتظره من السفاره الموريتانية في المغرب. هذا مؤشر مزيان. نزيد مؤشر اخر، وهو ان البارح الحد كانت مكالمه هاتفيه ما بين وزير الشؤون الخارجيه المغربي ناصر بوريطة ووزير خارجيه موريتانيا، مكالمه يتكلموا فيها على العلاقات الموريتانية المغربية المتميزة والآفاق المنتظرة منها. كنقول الآفاق وكنسطروا عليها مزيان، ماشي بالأحمر، نسطروها بالأخضر لأن الأخضر فيه الأمل، والأخضر عاوتاني اللون الأخضر كيلتقي فيه العلم المغربي مع العلم الموريتاني. إذا مكالمة كانت جد مهمة، وبالفعل على أنه راه الآن كتتم التحضير لي او الوضع اللمسات الاخيره كما جات في واحد المقال في هيسبريس، على انه لعقد اجتماع اللجنه العليا المشتركه بين البلدين برئاسه السيد رئيس الحكومه المغربي والسيد الوزير الاول الموريتاني، بمعنى انه السي عزيز اخنوش لما يكون الحكومه ديالو بين الملفات اللي كتنتظروا بين المهام اللي كتنتظروا هو انه يترأس هاد اللجنه العليا المشتركه. وهاد الاجتماع اللي غادي يكون 14 قطاع وزاري حضروا لهذا الاجتماع، بمعنى انه امور كثيره كدار في نقول في الكواليس او في الخفاء او في الواقع، ولكن المغرب ما كيبغيش يسلط عليها الاضواء حتى كتبان، لان فين ما كاين الصديق كاين العدو. وكذلك بين المؤشرات الايجابيه هو ان ممكن انه غادي يتم الغاء تأشيرة ما بين مواطني البلدين، وهذه المسألة أنا تفاجأت لها، أنا ما كنتش عارفها، ما كنتش عارف بأنه الديرة موريتانية فاش يدخلوا للمغرب خصهم تأشيرة، وكذلك بالنسبة للمغاربة فاش يدخلوا لموريتانيا خصهم تأشيرة. وهذه المسألة أنا ضرتني بزاف وما فهمتهاش، واليوم الأخبار كتقول بأنهم محتمل أنهم يلغيو التأشيرة لمواطني البلدين، خاصة أن نعرفوا بأن الجالية الموريتانية بالمغرب كتتراوح العدد ديالها حوالي 15,000، وكاين 4,000 موريتاني كيدرسوا في المعاهد والجامعات المغربية، والموريتانيين كيلقاو راحتهم هنا في المغرب، إنها كيلقاو راحتهم هنا من ناحية يعني جودة الدراسة اللي كيدرسوها، لا من ناحية يعني اندماجهم في المجتمع المغربي، ولا من ناحيه الراحه ديالهم من ناحيه المردوديه. اذا زياده على هذه الاعداد كاين جوج رحلات جويه يوميه ما بين المغرب وموريتانيا. وكذلك ما نساوش بان في نوفمبر 2020 كانت واحد المكالمه مهمه بين جلاله الملك والرئيس الموريتاني، وطبعا يعني لما القمه كتكلم فطبعا هذاك هو عصاره ديال المجهود اللي كيدار في 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 القاعده. وهنا كان جلاله الملك عبر استعداده انه يزور موريتانيا، وكذلك انه وجه دعوه كريمه الى الرئيس الموريتاني باش يزور المغرب. هاد الاخبار كلها ما كتنزلش بردا وسلاما على الجزائر، اللي حتى موريتانيا بين النقاط او الادوات اللي كتستعملها في الشطرنج، لان هي عندها كلها غير شطرنج. وكانت كما كنقول دائما هذه المساله ما نساوهاش، على ان الجزائر تحاول وتعمل جاهدتنا على محاصره المغرب، فهي دائما كتخلق الاشكال ما بين اسبانيا والمغرب او الاتحاد الاوروبي والمغرب. كتشوف راسها من الناحيه الشرقيه راها موجوده مطلقه مسرحاش ليها مزيان، يعني كتعصر زائد كتدفع بميليشيات الارهابيه ديال البوليزاريو انها دير هجومات عسكريه، والاكثر من ذلك انها تحاول ان تنفذ خطه معينه في موريتانيا، وغادي نفهموها مزيان. هنا
دائما كتضغط على موريتانيا وكتهدد موريتانيا بعدم الاستقرار وكتهدد الحاكم بالانقلاب. انه هذه المساله شحال وهي كتلعب عليها وباغيه فعلا انها ان يكون لها موطئ قدم في موريتانيا حتى تنفذ الاجنده ديالها. من هذا وهو ان هي كتحاول الجزائر تلقى منفذ من الجزائر الى المحيط الاطلسي. هذا حلم ديالها في الخريطه كيبان هذه المساله هذه. ويجينا مثلا يعني الناحيه ديال تندوف ما بعيداش بزاف على المحيط الاطلسي وهي اللي قريبه. وتما في ديك الناحيه كاين غار جبيلات المنجم ديال الحديد، وغار جبيلات كاينه اتفاقيه ما بين المغرب والجزائر على انهم يستغلوا المنجم طبعا بالتزامات الطرفين. ومؤخرا الجزائر غلطت ودارت اتفاقيه مع الصين وهي غير قانونيه وممكن ان المغرب يحتج عليها. زياده المنطقه فيها الذهب، فيها الفوسفات، فيها الاورانيوم، فيها معادن اخرى. ما قدراتش الجزائر تسوقها لانها كتقلب على منفذ في المحيط الاطلسي. وهذيك الخيرات تقريبا راه فواحد المساحه اللي كتشكل 87% من المساحه ديال الجزائر ومستغله فيها غير تقريبا غير 14% حسب الاحصائيات. اذا باغيه دير اي شيء باش تلقى منفذ للمغرب، ولكن مع الاسف ما سلكاتش، ما مشاتش كما كنقولوا مع لا لين دروات. اقصر طريق هي لا لين دروات، يعني اقصر طريق هي الخط العمودي او الخط اللي المسرح مقاد مقاد نيشان، يعني ما دايرش هاك ولا هاك. هي ما استعملتش هذه الطريقه، استعملت طريقه واحده اخرى في ود نكاجحه وبغات تضغط على المغرب بواحد الاشكال ماشي هي هذيك. بغات باش تصرف الامور كما بغات. اذا كتحاول ما امكن انها تلقى منفذ، ودائما كتضع بعينها على انها تحاصر المغرب. ولا تعقلوا كيفاش كانت كدير المحاولات ديالها على اقليم وادي الذهب، وكيفاش حاولت مؤخرا على انها توصل للمحيط الاطلسي، وكيفاش حاولت انها تسد القرقرات، طريق القرقرات، معبر القرقرات. واليوم راه كتحاول ما امكن انها تضغط على موريتانيا باش توصل لذيك المكان، باش توصل يعني ما قدرش توصل من غار جبيلات للمحيط الاطلسي عن طريق المغرب، فغادي تضطر انها تهبط شي شويه كما كنشوفوا في الخريطه، فتهبط على طريق الزويرات باش توصل لوادبو. وما بين وادبو والزويرات راه كاين سكه حديديه، وهذيك المنطقه غاليه ومهمه بزاف، حتى من الناحيه الامنيه راه مهمه بزاف، حتى من الناحيه الاستراتيجيه مهمه بزاف. فهي كتحاول الان تفكر على انه تخلق واحد الخط حديدي ما بين غار جبيلات والزويرات اللي غادي يمكن لها على انه تستعمل خط السكه الحديديه اللي كاينه في موريتانيا باش توصل المنتوجات ديالها عن طريق نواديبو. وهذا الشيء ما غاش يتم طريق طبعا بالطرق تفاهم مع موريتانيا او بطرق صحيحه، ولكن تغذي نوازع الانفصال. وهنا هذه المسائل راه بدات كتحرك وكتبان الامور ديالها على اساس انه كاين بعض الناس اللي كيتكلموا على الناس ديال الشمال اللي باغيين ينفصلوا على الجنوب، وكيقول لك حنايا حنا خدامين على موريتانيا كامله، وحنا راه نهزي موريتانيا على ظهورنا، حنا عيينا، وحان الوقت انا باش نتخلاو على الجنوب. وهذا مسائل اللي جايه موراها الجزائر اللي كتقول لك حنايا ما باغيينش الانفصال، وساعه هي حاجه كتكرهها لراسها كتبغيها للاخرين. كما قلت من بين الخيارات الموضوعه في اجنده عصابه الجزائر هو تقسيم موريتانيا. تقسيم موريتانيا ماشي تقسيم موريتانيا من اجل التقسيم، ولكن بالاهداف اللي باغيها، لانه كتقلب على انه الشمال ينفصل على الجنوب ويكون عندها يد على الشمال، وتحاول ما امكن على انه تقنع اصحاب الشمال واطراف كلها، اطراف كلها طبعا، وخاصه ان غادي تدخل تما الصنادليه والميليشيات ديال البوليزاريو
باش كاين كلها يكون عندها حكم وتحكم في المنطقه الشماليه ديال موريتانيا، وبالتالي غادي يكون عندها منفذ لمحيط الاطلسي. وهذه المساله ذكرها السي مسعود ولد بالخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي الموريتاني، اللي تكلم في الشهاده وتكلم مع ولد الغزواني الرئيس الموريتاني، وقال له هذه المساله هذه كيقول له انه موريتانيا مهدده بالتقسيم، على اساس انهم هما اصحاب الشرق كيحسوا براسهم ماليين، وان الزنوج كذلك انهم كيحسوا براسهم يعني ماشي مرتبطين بالمكون الموريتاني، وصحاب الشمال كما قلت على انهم كيقول لكم حنا راه كنا هازين موريتانيا على ظهورنا هذه بزاف، عينا انا الاول باش نتخلاو على هذا الحلم الثقيل، بمعنى انه يفكروا باش يتخلاو على الجنوب الموريتاني باعتبار ان الشمال الموريتاني هو اللي غني ومليء بالثروات، هو اللي كيخدم على موريتانيا، يعني هو البلاصه القلب النابض وهي اللي بغات تحكم فيه الجزائر، بمعنى ان الجزائر هذا يؤكد نظره ديالها التوسعيه، نظره الاستعماريه، نظره الانانيه. شوفوا تقريبا الجزائر مساحتها بالمقارنه مع المغرب وموريتانيا وتونس وليبيا، شوف مساحه ديالها تبارك الله قداش، وباغيه عاد انها تزيد تاخذ. فرنسا اخذت اراضي من دول اخرى بصناعه الجزائر، والجزائر اللي خلفات الاستعمار في المنطقه واللي راه تنفذ اجنده الاستعمار في المنطقه بغات تزيد عاد توسع، والان التركيز ديالها والجهد ديالها راه مركزاه على موريتانيا، يعني كما قلت لكم دائما كتفكر بانها تحاصر المغرب وكذلك تقطع عليه الطريق الى العمق الافريقي. ومازال كنذكروا مقتل سائقين مغربيين وعده محاولات اخرى اللي كنت ذكرتها من قبل واللي كنعرفوها جميع، كتحاول منها من خلال الجزائر انها تقطع الطريق عن ما بين المغرب والعمق الافريقي، لان ما بغاتش توسع لا اقتصاديا ولا سياسيا. اذا من هنا الملعب الان بين الملاعب او مناطق المعارك او ميدان المعارك اللي اخترتها الجزائر وهي موريتانيا. فموريتانيا كتشوفها على انه ملعب اللي خصها تحكم فيه واللي خصها دير الجهد الجهيد باش تسيطر على القرار السياسي في موريتانيا من اجل قطع الطريق على المغرب. ونسات الجزائر بانه موريتانيا فعلا عندها موقع استراتيجي، وهذا الموقع الاستراتيجي ما تهتمش به غير المغرب. اي مس بالامن والاستقرار ديال موريتانيا هو مس بالامن ديال اوروبا، وكذلك هذه الولايات المتحده الامريكيه ما غاديش تمكنها تسقط على شيء، وبالتالي ان الجزائر غادي تطيح في واحد الموقف لا تحسد عليه. وبالتالي وكما كنقول انا نذكر النصيحه اللي نصحت بها اخوان المغاربه والاخوان الموريتانيين على انه يحافظوا على اللحمه ما بين المغاربه والموريتانيين، وهذا الدور الفاعلين الثقافيين والسياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين في الطرفين في موريتانيا والمغرب، انهم يحافظوا على هذه اللحمه، لان يعني هذه اللحمه غادي نقدروا نتصداو الاعداء ديال المغرب وديال موريتانيا، الاعداء ديال الشعوب المغاربه بصفه عامه. شكرا تمام بكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.